رأس جميع مستلزمات الدولة. هذا هو الوضع على الأرض. احتلال من دولة إلى دولة لا يوجد. طيب يعني لا ندخل في تفاصيل هذا النقاش. أود يعني في الدقائق المتبقية أن أستفيد من وجود الدكتور خيري معنا. أود أن أسألك عن المناخ دكتور خيري الذي جعل مثل هذه الاتفاقات أمرا ممكنا. المناخ الدولي يعني وجدنا ترحيب كبير من قبل الكثير من الدول الكبرى في العالم، من الولايات المتحدة، من روسيا، من فرنسا، من الاتحاد الأوروبي، وكلهم كانوا يعني راعين لهذا الاتفاق. ما الذي سمح في هذا الوقت بحصول هذا الاتفاق بين تركيا وأرمينيا ولم يكن ممكنا في الماضي؟ نعم، إذا طبقنا هذا المنهج الذي اتبعه الأستاذ، فالنظام الدولي لابد من تغييرها من جذرها أصلا. قضية فلسطين وقضايا أخرى في الشرق الأوسط، في منطقة الشرق الأوسط، لأن كلها هناك حدود خططها هذه الحدود كلها الدول الكبرى المستعمرة. فإذا نحن نتعاون مع الأرمن ونحاسب القوى العظمى المستعمرة لماذا جعلوا هذه المنطقة بشكل ذات المشكلات العميقة بين المجتمعين. ثم هناك دور جيش مستقيل، لو كان الأمر كذلك إذا جميع المنظمات الدولية لا أضغطت على أذربيجان وتركيا، وما كان لتركيا أن تتدخل أو تحتج بمثل هذه الحجة. كل هذا كل يعرف، حتى الأستاذ ربما لا يصدق ما يقول، بأن هذا الجيش مدعم من قبل أرمينيا، ربما صورة كأنها قوة مستقلة، ولكن في الحقيقة كل يعرف أن كلها متضامن وكلها بنية واحدة. أما المهم، مهما كانت الظروف، هل أرمينيا تريد إحلال السلام في المنطقة وتحقق نهضة اقتصادية وثقافية وسياسية والتعاون مع دول المنطقة أم لا؟ لأن الخاسر ستكون الألمانية ليست تركيا في اقتصاديا، أما سياسيا حتى ولو لم تكن قضية أرمن، الاتحاد الأوروبي تعارض فرنسا وألمانيا لانضمام تركيا، وهذا سيأخذ وقت طويل، والسنوات القادمة ستقدم لنا إمكانية انضمام تركيا في هذا الاتحاد. شكرا جزيلا لك دكتور خيري كرباج أوغلو، الأستاذ المحاضر في جامعة أنقرة، كان معنا مباشرة من هناك. في نصف دقيقة أستاذ أليكسي سأعطيك مجال للرد على ربما بعض النقاط التي وردت. الانطباع الذي أعطاه الأستاذ من تركيا أن تركيا تعطي حسنة لأرمينيا، هذا نحن نرفضه. هذا المنطق أن تعطي تركيا صدقة أو حسنة لأرمينيا، نحن نرفض هذا المنطق. أما بالنسبة ما تفضل به عن الوضع الاقتصادي، أنا شخصيا أرى أن الاقتصاد في أرمينيا لن يتحسن، لأن الوضع غير متعادل اقتصاديا. ألن يعني تخرج على الأقل نوعا ما أرمينيا من العزلة التي تعيشها فيما يتعلق بالاقتصاد؟ بالنسبة لهذا الموضوع أنا ذكرت لك منذ البداية، نحن مع التطبيع، تركيا جارة كبيرة ونريد السلام، نريد التعايش، نحن مع تعايش السلمي للشعوب. لا تنسى أننا نحن حزب اشتراكي ديمقراطي، مبدأ السلام من أهم الأسس في حزبنا، ولكن هذا السلام يجب أن يكون مبنيا على العدالة، ويجب أن لا يكون مبنيا على التعالي، أو كما تفضل الأستاذ أن يعطي أحدهم صدقة للآخر. شكرا جزيلا لك أستاذ أليكسي كوشكاريان، المسؤول الإعلامي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأرمني الهانشاك. مشاهدينا، في الجزء المتبقي من رادار، عضوية لبنان في مجلس الأمن، هل ستقدم أو تؤخر أي شيء بعد الفاصل؟